عبد الله البرعاسي، احد شباب مركز بيبا محافظه بني سويف. انا عن يقين وعن اقتناع وعن جميع الاراء انا ادي صوتي للسيد رئيس الجمهوريه لفتره رئاسيه قادمه. ليه انا هدي له صوته؟ الصوت مسؤوليه وامانه. السيد الرئيس اولا هو جميلته كبيره علينا وحجه كبير علينا، ومن باب رد الجميل انا قررت ان ادلي بصوتي للسيد رئيس الجمهوريه لفتره رئاسيه قادمه عشان استكمال المشروعات الضخمه، منها مشروعات حياه كريمه، واللي احنا شرفنا ان هو جت المشروعات دي في مركز بيبا تخدم علينا. نزلنا بيتنفذ المشروع في 45 قريه، 117 تابع اتعمل فيها جميع المشروعات.